وفاة المغني الأثيوبي الشهير هاشالو وسط احتجاجات وجموع الشعب الأثيوبي. تابعوا معنا التفاصيل. قتل المغني والناشط الأثيوبي المشهور هاشالو هانجيسا متأثرا بإصابته بعد إطلاق النار عليه في العاصمة أديس أبابا. ونقل هاشالو إلى المستشفى لكن وافته المنية بعد ذلك بوقت قصير. هو ليس بمغني عادي، فقد كان يبلغ من العمر 34 عام وتمركزت أغانيه على قضايا الحرية وحقوق مجموعة أورامو العرقية التي ينحدر منها. تقول الشرطة أنها اعتقلت عدة مشتبه بهم، وهناك مخاوف من أن مقتل هذا المغني قد يؤدي إلى اضطرابات في بلد يعاني بالفعل من العنف العرقي. بالفعل شهدت عدة مدن أثيوبية احتجاجات وأحداث عنف أثر مقتل هذا المغني الشاب. هذا المغني هاشالو قد توفى رميا برصاص بالقرب من مجمع سكني بالعاصمة أديس أبابا. وتوقعت مصادر إعلامية أثيوبية أن مقتله لن يمر بسلامة. ووقعت عدة إصابات، وقطعت السلطات الأثيوبية خدمات شبكات الإنترنت والاتصالات. وأحدث مقتل هذا الشاب صدمة كبيرة وسط قومية الأورومو التي ينحدر منها رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. والذي نعاه ووصفه بأنه كان بمثابة الملهم للشباب، مطالبا شعبه بضبط النفس والشرطة بالإسراع في القبض على الجنية. عرف هذا الشاب بغنائه الثوري المعبر عن أمال وغضب شعب الأورومو من خلال الكلمات الثورية لتحدي القمع وكسر الخوف. وقال مفوض أديس أبابا أنه تم اعتقال عدة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل. ولا تزال الشرطة الأثيوبية تحاول تفريق حشود المتظاهرين الذين يحرقون الإطارات بالغاز المسيل للدموع، بينما تسمع أصوات الرصاص في مختلف أحياء العاصمة أديس أبابا. وللأسف الشديد لغاية وقتنا هذا شهدت عدة مدن تظاهرات وأعمال شغب وعنف تسببت في وقوع مئات الإصابات، في وقت تحدثت تقارير غير رسمية عن مقتل 10 ضحايا أخرى. وتم نقل جثمان هاشالو الآن إلى بلدة أمبو على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب أديس أبابا.